التلفزيون العربي. يأتي إعلان بكين ورقة جديدة في طريق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل، حديث عن حكومة وحدة وطنية تدير الضفة والقطاع بعد العدوان. إسرائيل تهاجم التوافق وتجدد عزمها تحقيق أهداف الحرب. إذن بعد اجتماع تلاه تأجيل وخلاف ثم اختلاف، انتهى بالعودة إلى مربع التوافق وفق ما عرف بإعلان بكين، وذلك بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الصيني. 14 فصيلا فلسطينيا منها حركة فتح وحماس توافقوا على إعلان لتحقيق الوحدة وتشكيل حكومة وطنية مؤقتة تدير الضفة الغربية والقطاع بعد الحرب، لكن دون خطة واضحة لتطبيق ما جاء في البنود. تأكيدا على مظلة منظمة التحرير وضمان حق العودة واستمرار العمل المشترك مع الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية الموحدة. أمام هذا تنقل وكالات أنباء عن حركة الجهاد الإسلامي رفضها أي صيغة تتضمن الاعتراف بإسرائيل صراحة أو ضمنا، فيما ذهب عضو المكتب السياسي في الحركة إحسان عطايا إلى القول إن ما ورد في البيان الختامي للحوار الفلسطيني في الصين غير دقيق. وبالرغم من أنه أقرب إلى إعلان نوايا على التوافق، إلا أن إسرائيل ترفض أي أرضية فلسطينية مشتركة. فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي فور الإعلان الصيني عن ختام الحوار الفلسطيني، قال إن الإدارة الفلسطينية لقطاع غزة لن تحدث لأن حركة حماس ستسحق على حد تعبيره، مضيفا بأن الرئيس الفلسطيني يكشف عن وجهه الحقيقي باحتضانه حركة حماس وفق ما جاء في تغريدة للوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس. سنسأل مشاهدينا في هذه المساحة الحوارية عن آفاق إعلان بكين والتحديات والعقبات التي تحيط به، ونناقش مستقبله في ظل اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ونناقش انعكاس ذلك على مسار العمل الفلسطيني المشترك في مختلف الساحات. للنقاش ينضم إلي من رام الله عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، ومن الخليل بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، وأيضا من اسطنبول أحمد الحيلة الكاتب والمحلل السياسي. تحياتي لكم جميعا. أود أن أبدأ النقاش مع ضيفنا من رام الله عبد الفتاح الدولة. أستاذ عبد الفتاح، يعني 8 مبادئ أعلنت من دون وضع جدول زمني لتنفيذها، ما الجديد، ما المختلف عن اجتماع بكين عما سبقه من اجتماعات، وعن إعلان بكين عما شابهه من إعلانات سابقة؟ السؤال لي؟ نعم أستاذ عبد الفتاح لك. مساء الخير لك بداية ومن خلالك للمشاهدين الكرام. كلنا أمل أن، ولضيفك الكريم كذلك والضيوف، كلنا أمل أن يكون هذا اللقاء مغاير لكل ما سبق من لقاءات، على اعتبار أن كل اللقاءات السابقة مع أهميتها ومع تقديرنا الكبير لكل الدول الشقيقة والصديقة التي عملت على لملمة الشمل الفلسطيني، لكن 18 عام من الانقسام لم توفق كل تلك الحوارات في طي صفحتها السوداء. اليوم كما ذكرت في تقريرك، يعني القضية الفلسطينية على مفترق طرق خطير،
ونحن أمام تحد خطير يستهدف مستقبل وجودنا ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك نحن أمام حرب إبادة جماعية متواصلة على مدار 10 أشهر لم يتوقف فيها الدم، سفك الدم الفلسطيني، وهناك تهديد على مستقبل وجود شعبنا أمام هذا المشروع الاستعماري الذي يعكف عليه اليمين المتطرف واهما أن الوقت قد آن لتصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي المختلف اليوم أن هناك شعورا كبيرا بالمسؤولية، أننا ممنوع أن نعبر هذه المرحلة دون وحدة وطنية، وممنوع علينا ألا نعمل بكل ما استطعنا من جهد إلى تحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها الأداة المثلى والسلاح الأقوى في مواجهة هذا التحدي الأخطر على قضيتنا الفلسطينية. هي فقط المسؤولية الكبيرة والشعور بأن المرحلة تحتاج فعلا إلى ترميم وتمتين الجبهة الفلسطينية الداخلية، وأن نجتمع جميعا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية على مشروع واحد وقرار واحد وكلمة واحدة، وأن نضع مصالح شعبنا صوب أعيننا، وألا نفكر سوى في مستقبل وجود شعبنا وطموحات وأمال شعبنا في الحرية والخلاص من أستاذ عبد الاحتلال الفتاح، وتجسيد يعني ما دولتنا تتفضل الفلسطينية. به لربما لا يوجد فلسطيني سيخالفك فيه، ولكن سأدخل معك في تفاصيل الأمل والمسؤولية أمام هذه اللحظة التاريخية. أنتقل الآن إليك أحمد الحيلة. يعني بدأ النقاش أستاذ عبد الفتاح بإيجابية بأمل، دعني أكمل معك أيضا بإيجابية من خلال النقاط التي وردت في إعلان بكين. البعض قرأ أن هناك فعلا تقارب بوجهات النظر من بعض الأمثلة، مثلا غياب عبارة المقاومة السلمية كأداة تحرير وظهور بديل عنها هو الحق في المقاومة وفق ما يحدده القانون الدولي، وهذا ضمنا يعني يضمن المقاومة المسلحة. هل فعلا كانت هناك نقاط في إعلان بكين تظهر تقارب وجهات النظر؟ نعم، هناك أعتقد نقاط مهمة. هذه النقاط جاءت بناء على متغيرات في البيئة المحلية والإقليمية والدولية، فلابد من التأكيد على أننا اليوم تقريبا كل الشعب الفلسطيني يقف على منصة مرحلة جديدة عنوانها العمل النضالي الثوري بكل مكوناته، إن كانت عسكرية أم سياسية أم دبلوماسية أم اقتصادية. اليوم النقاط التي تم التوافق عليها من أهم النقاط التي تم الحديث وتثبيتها بأن هناك وحدة وطنية فلسطينية داعمة للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، وهي داعمة أيضا لحق المقاومة في مواجهة الاحتلال. وهناك ذكر لمسألة أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية، انسحاب جيش الاحتلال، وقف العدوان، رفع الحصار، إذا وموضوع الإعمار. أعتقد أن هذا معلم مهم يوضح للاحتلال الإسرائيلي ولل الأمريكان بأن اليوم البانوراما الفلسطينية مع اختلافاتها السياسية أو الفكرية إلى آخره، لكنها متحدة فيما يتعلق بالمشروع النضالي في مواجهة الاحتلال. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا مهمة، الحديث عن حكومة توافق وطني، أعتقد أن هذه مسألة أيضا أخذت خطوة إلى الأمام، وإن كان أمامها مجموعة من التحديات قد إن أتيحت الفرصة نأتي على ذكرها، لكن حكومة توافق وطني اليوم هذه تقطع الحديث الإسرائيليين أو الأمريكان عن فكرة الوصاية باستحضار طرف ثالث، أو عن فكرة أن يبقى الاحتلال هو صاحب اليد العليا في قطاع غزة ويستبيح الضفة الغربية. إذا هنا في وحدة فلسطينية تقول بأننا نحن من يدير نفسه، نحن الأقدر على إدارة مصالحنا في هذه البيئة التي أعتقد فيها متغيرات مهمة للجانب الفلسطيني. المسألة أخرى قديمة جديدة هي مسألة تفعيل الإطار القيادي. إلى حين إجراء الانتخابات، إلى حين التوافق، من يمكن أن يدير أو يرأس المؤسسة السياسية الفلسطينية المرجعية الوطنية؟ هناك توافق قديم كان في اتفاق بيروت، وتم الحديث عنه بوضوح في بيروت. الآن يتم استعادة هذا الموضوع فيما يتعلق بالأمناء العامين. أنا أعتقد أنه الواجب المرحلة الحالية
إن ذكرنا مجموعة من النقاط، لكن العبرة في التنفيذ، والعبرة طب الآن هذه النقطة تكمن تماماً، أو تبدأ ولكن العبرة حقيقة من يد بالتنفيذ. الرئيس عباس. نعم للأسف انتهى، يعني لا أريد أن أقول الكلام إيجابي أستاذ بلال شوبكي، ولكن سندخل الآن في المعقد وفي لكن العبرة بالتنفيذ. هل أمام هذه اللحظة التاريخية التي تحدث عنها أستاذ عبد الفتاح، أيضا شاركه الأستاذ أحمد، ترى آفاق فعلا لنقل هذه الكلمات الواردة في الإعلان إلى أرض الواقع؟ مساء الخير لك ولضيفيك الكريمين. نحن نتحدث عن الاتفاق، يعني سبقه مجموعة كبيرة من الاتفاقات التي عقدت ما بين الفصائل الفلسطينية. وحتى يعني نؤسس الحديث على شيء إيجابي، نحن نتحدث عن اتفاق في ظل لحظة صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني، وكل خطوة للتقارب ما بين الفصيلين الكبيرين على وجه التحديد فتح وحماس طبعا بالإضافة إلى بقية الفصائل الفلسطينية هي خطوة مقدرة ويجب البناء عليها. لكن دون أن يتم تجاوز الكثير من التجارب السابقة في الاتفاقيات التي وقعت ما بين الفصائل الفلسطينية وكانت تصطدم عادة بمجموعة من التحديات. أولا الحديث عن عبارات فضفاضة قابلة للتأويل، وهذه بدأت منذ وثيقة الأسرى عام 2006، ومن ثم مكة، ومن ثم صنعاء والدوحة، وعددوا ما شئتم من الاتفاقيات، كانت كلها اتفاقيات فيها بعض العبارات قابلة للتأويل، لدرجة أن الفصائل الفلسطينية قد اختلفت في سنوات ما على تفسير كلمة احترام، هل تعني التزام أم لا تعني التزام، حين كانت في خطاب التكليف الصادر بعد مكة. نحن نتحدث الآن عن مرحلة الشعب الفلسطيني فيها يفترض أن يتجاوز بفصائله الفلسطينية إشكاليات إدارة الحياة اليومية للمجتمع الفلسطيني، بمعنى أن المعضلة الأساسية برأيي هي معضلة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. هذا الاجتماع الذي عقد وصدر عنه هذه الاتفاقية بعد كل هذه الأشهر الطويلة من الإبادة الجماعية، وبعد كل هذه السنوات الطويلة من عمليات التهويد في القدس وعمليات الاستيطان في الضفة الغربية، ووقت إمكانية قيام دولة فلسطينية، تتطلب أن يكون هناك رؤية فلسطينية أوسع من الخيارات السياسية التي كانت مطروحة مسبقا، بمعنى أن المعضلة لم تعد معضلة إدارة السلطة الفلسطينية، المعضلة أصبحت أن المشروع الوطني برمته أصبح مهددا، وأن إسرائيل تقوم بعمليات على أرض الواقع تقوض إمكانية تنفيذ أي من الرؤى حتى بالحد الأدنى التي قبل بها الفلسطينيون. يعني في كثير من الأحيان يساق النقاش ما بين فتح وحماس على أن هناك خلافات فيما يتعلق بالرؤية الكلية عن حل الدولتين، وهذا الأمر تم تجاوزه برأيي من قبل كل الفصائل الفلسطينية بعد عام 2017، حين صدرت وثيقة حركة حماس السياسية التي تشير فيها في البند 20 بفقرة استدراكية تقول فيها أن خيار حل الدولتين هو صيغة توافقية صحيح. وطنية مشتركة، بمعنى نحن لم نعد نتحدث عن خلافات فيما يتعلق بهذا الموضوع، الأسس الأطر، وبرأيي أن الفصائل الفلسطينية بإمكانها العودة إلى إعلان أساسي أو مؤسس لكل هذه الاتفاقيات، وهو إعلان القاهرة عام 2005. إعلان القاهرة عام 2005 كان واضح وصريح في الحديث عن الأطر الفلسطينية التي قد تنظم العمل السياسي الفلسطيني، ومن ثم يمكن الحديث عن البرامج التي يمكن تنفيذها من خلال هذه الأطر، بمعنى لا يمكن الآن تبني رؤية، لا يمكن الآن تبني وسائل، ونحن لم نتفق بعد على كيفية تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، كيفية إعادة تشكيل المجلس الوطني، وهذه أمور تمت الإشارة إليها في هذا البيان. يعني سمعنا الكثير من التصريحات الإيجابية من فتح، من حماس، من الديمقراطية، من الشعبية، من كل الفصائل الفلسطينية، سمعنا التصريحات، لكن هل يمكن لأي من هذه القيادات أن يجيب الآن؟ وهذه الأسئلة ليست أسئلة من باب التثبيط ولا من باب الاستخفاف بما جرى، وإنما أسئلة الشارع الفلسطيني الذي لم يتعامل بالمناسبة حتى هذه اللحظة مع كل أخبار التوافق الوطني بإيجابية. صحيح، هذه نقطة سنتعرض لها، ولكن يعني النقاط التي تفضلت بها أستاذ بلال يعني تأخذنا أيضا لما ابتدأنا به، العبرة بالتنفيذ. وهنا أعود إليك أستاذ عبد الفتاح دولي، يعني كما يقول أستاذ بلال تغيب الآليات عن هذا الإعلان
وتغيب الجداول الزمنية. دكتور مصطفى المرغوثي رئيس المبادرة الفلسطينية أجاب على سؤال متى، قال فورا سيبدأ التنفيذ، والرئيس محمود عباس سيبدأ باجتماعاته والمشاورات بصدد حكومة الوحدة الوطنية. هل هذا الكلام دقيق؟ هل التنفيذ سيبدأ فورا؟ هل الآليات ستكون يعني بسلاسة الإعلان وما جاء فيه؟ يعني أنا أوافق أولا، وليس من باب التشاؤم، وإنما من باب القراءة الموضوعية. نعم، العبرة في التنفيذ، إلى أي مدى نحن جديون وجاهزون إلى البدء بتنفيذ هذه التوافقات وهذه المبادئ التي حرص الجميع في الصين أن يتوافق عليها، لأنها تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. ولذلك كان هناك إيجابية في الحوار الذي دار في الصين، أننا نريد أن نبحث عن توافقات من الممكن البناء عليها، وأن لا ننسف أي اتفاق بسبب قضية ما كما كان يحدث في السابق. التنفيذ من المهم أن يكون هناك جدول زمني للتنفيذ، لكن هناك من يعطل الزمن فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق اليوم، وهو القضية المرتبطة في اليوم الأخير للعدوان. وأنا أحب أن أقول اليوم الأخير، لأن الجميع يتحدث عن اليوم التالي للعدوان، ونحن 10 أشهر ولم نصل إلى اليوم الأخير لوقف شلال الدم وهذه المذبحة والإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا في قطاع غزة. وما دامت مستمرة فإنها ستعيق تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لماذا فلن تستطيع أستاذ عبد أي حكومة الفتاح؟ فلسطينية لأنه هناك العمل وجهة تحت نظر النار تقول في ظل بأنه الاحتلال. ضرورة التنفيذ في اليوم الراهن هي لضمان اليوم التالي كما يتم الحديث عنه. لماذا يعني الرضوخ صدقيني، لتعطيل الزمن هذا؟ لماذا لا يتم لا البدء لا لا، فورا؟ ليس رضوخا، وإنما لتكثيف كل الجهود الآن وتوحيد الخطاب الفلسطيني على كل الأصعدة، ليكون خطابا موحدا إلى جانب كل أشقائنا وأصدقائنا في هذا العالم الذين يعلون الصوت ويطالبون بالوقف الفوري لهذا العدوان. ولذلك وضع الاتفاق في الصين وقف العمل على وقف العدوان أولوية لكل فصائل منظمة التحرير وللقيادة الفلسطينية وللكل الفلسطيني وللمجتمع الدولي أن يوقف هذا العدوان، حتى تكون الأرضية صالحة لاستكمال الخطوات ما بعد ذلك. والهدف والشيء الأهم ما بعد وقف هذا العدوان، إعادة الحياة إلى ما تبقى من قطاع غزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، حتى يكون هناك ما تعمل عليه المؤسسة الوطنية الفلسطينية التي نعم تم التوافق على أن يكون اختيارها بالتوافق الوطني، وعلى أن تكون أعذرني حكومة أستاذ عبد لكل الفتاح الشعب لأني الفلسطيني. أخشى أن أكون فهمت غلط. تقول حضرتك أن التنفيذ سيأتي بعد اليوم الأخير للعدوان الإسرائيلي على غزة، أم أن هناك شيء سيبدأ الآن لترجمة المبادئ التي ذكرت في إعلان الصين؟ لا، ليس بهذا المفهوم سيدتي ما قصدت. ما قصدت أنه من المهم الآن أن يتوقف هذا العدوان بشكل فوري، حتى يكون من وماذا السهل يعني علينا كما حضرتك فلسطينيا ذكرت أن 10 أشهر نستكمل ولم ذلك. يتوقف، ماذا يعني وبقلب مثقل أسأل، ماذا لو استمر الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه إلى ما لا نهاية؟ وسيستمر إن لم يقف العالم وقفة جدية. الكل كان يقول لنا أنتم منقسمون، كيف نقف معكم وأنتم لا تقفون مع أنفسكم؟ الآن لربما نحن قطعنا شوطا إيجابيا في أن نكون موحدين في مواجهة هذا العدوان. ما الذي بالإمكان أن نفعله فلسطينيا والفلسطيني يدفع الدم ويدفع عمره ويدفع حياته ويدفع بلده ثمنا لحريته ولوقف هذا العدوان؟ هذه مسؤولية جماعية تخلى عن العالم في ممارسة دور جدي ضاغط، بعيدا عن الموقف النظري المهم الذي يطالب بوقف العدوان. العالم يعجز عن وقف هذه المذبحة، وهذه مسؤولية ليست فلسطينية وإنما مسؤولية أممية. فلسطين جزء من هذه المنظومة سأعود الدولية، إليك نحن أستاذ عضو عبد مراقب في الفتاح منظومة الأمن، يجب أن يعني نركز على المسؤولية الفلسطينية. وهناك اتفاق مع حضرتك بأنه ما يجري في غزة يعني يتحمل العالم المسؤولية تجاهه واتجاه تصرف حياله. أستاذ أحمد الحيلة، يعني لنستعرض يعني بعض ما ورد، ذكرنا ما ذكره إحسان عطايا
القيادي في الجهاد الإسلامي وصولا إلى توصيفه أن ما ورد في إعلام بكين ليس دقيقا لما تم النقاش فيه. وعلى الضفة الموازية يقول موسى أبو مرزوق القيادي في حركة حماس يتحدث بإيجابية ولديه الأملية في البدء بالتنفيذ. يعني هل لك أن تشرح لنا هذه الفجوة ما بين موقف الجهاد وموقف حماس تجاه ما صدر عن إعلان بكين؟ هو بالمجمل هو في موقف تاريخي لحركة الجهاد، هي ترفض رفضا إطلاقا التعامل مع ما يسمى الشرعية الدولية أو القرارات الدولية ذات الصلة، وهذا بالأخير حق سياسي لفصيل فلسطيني، إلا أن هذا بالأخير وجهة نظر. لكن احتفاظ الفصيل الفلسطيني بحقه، وهذا يفترض أن يكون مكفولا حيث البدء، هذا لا يعني بالضرورة أن مسيرة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تحافظ إن صح التعبير عن الحد الأدنى من التوافق السياسي والتوافق الميداني وكيفية مواجهة الاحتلال ورفع الظلم الواقع على شعبنا في قطاع غزة، تشكيل توافق حكومة توافق وطني، بأن هذا الأمر مرفوض. بلا شك كلنا ننشد دائما اتفاقات مثالية وأن تكون 100% محكمة من حيث الآليات والتزمين ومن حيث الاحتياجات السياسية الكبرى، لكن لا يعني بالضرورة، يعني ما لم يعني نحصل على كله نترك جله. الجل الآن، المرحلة، واجب الوقت الآن يفرض أولويات، وأنا أعتقد الأولويات التي دفعت بها اتفاقية الصين مهمة جدا. عندما نتحدث اليوم عن وحدة فلسطينية في مواجهة الاحتلال، وهناك مفردات كثيرة ذكرت الوثيقة، منها اللي هي الانسحاب، وحدة الأراضي الفلسطينية، الدولة الفلسطينية، كل هذه مسائل مهمة جدا. موضوع التوافق الوطني فيما يتعلق بالحكومة، هذه قضية لا تختلف عليها لا حماس ولا الجهاد ولا حركة فتح، لكن كما قلت هناك مجموعة من التحديات. بلا شك هذه التحديات ليست تحديات، يعني من أهم التحديات الفلسطينية الداخلية متعلقة بما هي الآليات، ما هي السقوف الزمنية، لأن كما نقول دائما الشيطان يكمن في التفاصيل. نحن يعني الشعب الفلسطيني أشبع حديثا في هذا السياق، لا نريد لشعبنا اليوم أن ينظر لهذه المحطة كما نظر إليها في محطات سابقة. ولذلك هذا يلقي اليوم حقيقة مسؤولية حساسة وكبيرة جدا على الرئيس محمود عباس بأن يأخذ زمام المبادرة وأن يطلق فكرة انعقاد لقاء الأمناء العامين ليناقش الأهداف الكبرى للشعب الفلسطيني، وأيضا ليطلق زمام المبادرة فيما يتعلق بالتوافق الوطني لحكومة. ويسمح لي أستاذ عبد الفتاح، نعم يعني أن مهمة أؤكد هذه النقطة وهي محور نقاشنا. سأعود إليك أستاذ أحمد عن جدية ومسؤولية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. أستاذ بلال الشوبكي، يعني كيف ترى هذه المسؤولية وكيف ترى الجدية في البدء بالتنفيذ أو أولى خطوات التنفيذ؟ لأنه أيضا هناك يعني تخوف من تكرار التجارب السابقة، وتخوف من أن فتح شاركت في اجتماع بكين ليس لوحدة الفصائل وليس لمخرجاته، إنما تجنبا لإغضاب بكين. يعني من يعني هذه التخوفات كلها تخوفات مبررة، لأنه كان هناك يعني اعتقاد يعني ساد لدى كثير من الشرائح في المجتمع الفلسطيني، لأنه جملة الاجتماعات التي حصلت في السنوات الأخيرة في أكثر من عاصمة كانت أقرب إلى العلاقات العامة مع تلك القوى الإقليمية والدولية، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يحاجج ويجادل ويعيد هذه الفكرة بأنه الفصائل الفلسطينية إذا ما أرادت توافقا وطنيا فلسطينيا فهي ليست بحاجة لاستضافة من أي من القوى الدولية، لو كانت هناك فعلا إرادة حقيقية يمكن أن يعقد هذا الاجتماع في أي بقعة فلسطينية، ويمكن أن لا يحتاج إلى كل هذه التعقيدات الفنية، لأنه في كل مرة يتم الحديث فيها عن أن تكون الحاضنة للاتفاق الوطني الفلسطيني حاضنة فلسطينية يتم دائما وضع العراقيل الفنية لهذا الموضوع، ولا أقصد بذلك أنه يتم الإشارة إليها حرفيا، لكن أصبحت نوع من الثقافة السياسية السائدة أن الشعب الفلسطيني بحكم هذا الشتات في أكثر من بقعة جغرافية، بحكم
بحكم الواقع وبحكم الاحتلال لابد له أن يستضاف في مكان آخر، لكن هذه الجماعة التي لم تستطع أن تعقد اجتماعا إلا في مكان آخر بالأخذ بعين الاعتبار تلك العراقيل التي يتم دائما طرحها، كيف يمكن لها أن تنفذ ما يتم الإعلان عنه؟ وأنا هنا مرة أخرى لا أحاول أن أسخف من البيان الذي صدر، هذا بيان مهم جدا في سياق اللحظة الراهنة، لكن هل من الفصائل الفلسطينية من يستطيع الإجابة الآن كيف يمكن تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب؟ كيف يمكن الحديث عن انتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني في ظل الحالة المأساوية سواء في الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة؟ نحن هنا لا نقول أننا لا نريد انتخابات، ولا نقول هنا كمراقبين أننا لا نريد إعادة تفعيل المجلس الوطني على أسس ديمقراطية، لكن ما نقوله أن هذه ليست اللحظة التي يتم الحديث فيها الآن عن إجراءات بيروقراطية متعلقة بدمقرطة النظام السياسي الفلسطيني وكأننا في دولة ما فيها فقط هو حالة انقسام سياسي، نحن تحت احتلال ولا بد للفصائل الفلسطينية بصفتها حركات تحرر أن تتصرف كحركات تحرر، وحركات التحرر يجب أن تضع في هذه اللحظة الراهنة برنامج وطني طارئ للتعامل مع المرحلة الراهنة، لأنه طارق، الحديث دعني فقط عن أخذ كلمة طارق وأعود بها إليك أستاذ عبد الفتاح. يعني استمعت إلى التخوفات وأعتقد أنك ربما لا تزيد على هذه التخوفات كونك يعني تعرف ما جرى سابقا وصولا إلى هذه اللحظة. أيضا دعني أضيف الهجوم الإسرائيلي على إعلان بكين، رغم أنه إعلان نوايا تغيب عنه الأسقف الزمنية الآليات كما ذكرنا، ولكن هذا الهجوم من حتى فرضية واحتمال عودة التوافق الفلسطيني، عودة تشكيل حكومة وحدة، ألا يعد مؤشر ل ضرورة الإسراع دون تأخير أي لحظة بأولى الخطوات التي تنقل الكلمات مرة أخرى إلى أفعال ملموسة؟ أوافق تماما. دولة الاحتلال هم أكثر من استفادوا من الانقسام الذي كان حاصلا على مدار 18 عاما. نتنياهو استراتيجيته في الحكم كانت واضحة، إدارة الصراع وعدم السماح بالوصول إلى الدولة الفلسطينية، وكانت الأداة المجانية التي خدمت سياسة نتنياهو أن هناك حماس تسيطر على قطاع غزة وفتح والسلطة ومنظمة التحرير في الضفة الغربية، وبالتالي ما من وحدة جغرافية، وهذا الانقسام الجغرافي والسياسي هي الهدية المجانية التي منحت لنتنياهو حتى لا يكون هناك دولة فلسطينية. اليوم نتنياهو أمام معضلة كبيرة إنجاز التعبير، نحن نعتبرها حق وحقيقة فلسطينية، العالم كله اليوم يجمع على تجسيد الدولة الفلسطينية، نحن أعضاء في المنظومة الدولية، 149 دولة تعترف بفلسطين، والكل يقول أن الحل يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية. نتنياهو واليمين المتطرف وأصحاب المشروع الصهيوني الذين لا يريدون قيام الدولة الفلسطينية بدأوا يشعروا أن هذه الدولة حقيقة واقعة، فبدأوا يتحدثون صراحة لدرجة التي المقاطعة أخذ فيها أستاذ عبد الكنيسة الفتاح، تصويتا بقي لي أقل بوقف من الدولة. دقيقتين، إن كنت الآن تتحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما الذي ستطلبه منه؟ لا يعني هذا هناك موقف فتحاوي عام على رأسه السيد الرئيس محمود عباس أن الوحدة الوطنية هي لا مصلحة كفعل يا فلسطينية أستاذ عبد خالصة. الفتاح كفعل، أنا من أول النقاش وأنا أسألك عن أول فعل ملموس، ونقطة الانطلاق هي من عند الرئيس محمود عباس، إن كنت الآن تتحدث معه تقول له يا نقطة أبو الانطلاق مازن من قم الجميع بماذا؟ سيدتي، نقطة الانطلاق من الجميع، ما يجب علينا أن نقوم به فتحاويا وعلى رأس ذلك السيد الرئيس محمود عباس أن نبدأ بتطبيق ما تم التفاهم والتوافق عليه في هذا الاجتماع حتى نكون أداة رافعة فعلا لطي صفحة الانقسام والوصول إلى وحدة وطنية حقيقية تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب. أستاذ أحمد الحيلة أختم معك، يعني قد تكون نقطة الانطلاق يعني برهن إرادة الرئيس محمود عباس، ولكن حماس أيضا هي يعني من أكبر فصيل وأكبر فصيلين فتح وحماس على الساحة الفلسطينية، ما العقبات التي تستطيع حماس إزالتها من ضرب
الوحدة الوطنية؟ التوافق الذي حصل في الصين وقبله في روسيا، وحتى ابتداء الحديث اللي كان الحوار الفلسطيني في القاهرة منذ العام 2005 فيما يتعلق بوثيقة الوفاق الوطني أو وثيقة الأسرى، كلها تقريبا قدمت حلول مهمة جدا. كما بدأنا نقول العبرة في التنفيذ، الآن أنا أخاطب يعني الرئيس محمود عباس بأن يأخذ قرارين على درجة من مع الأهمية. حضرتك أقل من دقيقة، سؤالي عن حماس لو سمحت أستاذ أحمد الحيلة، يعني أنت أيضا متابع لما جرى سابقا ولما تمسكت به حماس وما اعتبر قد يعني يكون معوق أو عائق أمام هذا الضرب. ما الذي تستطيع حماس فعله وتقديمه في هذه اللحظة التاريخية للمضي قدما؟ هو هذا الأمر قدم في حوارات بكين. الآن مفروض أنه يتم الدعوة لانعقاد الأمناء العامين، وأن تكون حماس إيجابية في على الطاولة، كما يجب أن تكون فتح إيجابية فيما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني. المرحلة تقتضي دعوة عاجلة وفورا لتشكيل حكومة وفاق وطني، وأن تكون حماس وفتح أيضا على درجة من المسؤولية لمحاولة حماية شعبنا الفلسطيني وتوفير الحصانة في مواجهة الاحتلال. ولا أعتقد اليوم لا حماس ولا فتح يمكن يعني أن تدير ظهرها لسلم الأولويات المتعلقة اليوم فيما يجري تحديدا في قطاع غزة والضفة الغربية. شكرا جزيلا لك من اسطنبول أحمد الحيلة الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل بلال الشبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل. وطبعا الشكر موصول لضيفنا من رام الله عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة حماس. التلفزيون العربي.